والجيم ده يستاهل اللي اسجله. اي حاجة تستاهل السعي. عايزين نشوف ما الابديتس. نيو فري الو الو جريد الو الو، في بتاع جديد، موارتع اوكي موارتع. ماشي، تعال نسجل الجيم ده ونشوف كده ايه اللي بيحصل. ايه ده، مارتا؟ مارتا دي بتعمل ايه؟ مارتا دي بتعمل مارتا، جبنا مارتا هذا عندنا كمان مارتا description ديسكريبشن. ايه افري هي؟ اتاكس ذا سيلكتد يونت ويل ديل اماج دامج سبلاش كريتيكال سايز كريتيكال دامج بيزد اون هاو ماتش سبيل دامج مش التيم فاهم هاز ايه اللي ديلت. بيحصل. ايه ده، ده فريق قوي. اتس اتاك لاند ذا كريت برسنتج از ريست. ايه التاكس ده؟ فيه تعال حاجات بتحصل نجرب كتير في التاكس. العب يا مورتا. مش مورتا دي بتاعت دوتا؟ العب بالتاور جاد مرتريد. وايه تاور جاد ده يا جدعان؟ تاور ماتش جاد ميكنج. بيلدينج وليه؟ ذا بيلدينج ماشي، لا جاد انا لازم حتى ما ينفعش ادوس بيلدينج. عليها. هو قال لك every 8 attacks. طيب وده بيعمل ايه ده؟ ايه بيلدينج دي؟ تحول التاور بتاعك ده بيبقى ثابت. تاور ايه؟ هو في تاور في اللعبة اصلا؟ تحول الهيرو التاور السلكتد. ايوه ما طب تحطوش ايه في بقى الاول، يعني؟ حط ورا. حط ورا بيبقى بياخد مور دامج وبيضرب اجمد. انت خليه مثلا ورا التانك بتاعك وخليه رينجد وكده، وخليه يضرب ويهز في البيس. تو ليت يعني، بس حاجة جميلة. بس تو ليت قرب لما اجيب هيرو كمان، او ممكن اشيل معايا ده. ما ينفعش اشيل معايا التاور ده؟ ينفعش. ابراهيم انت من امبارح ابراهيم، وانت متقلقش متقلقش، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده فعلا بيضرب جامد جدا. أنا لسه باب الضب. ستة ما وصلتش. الراجل قال لي بعد الضربة ده هيبقى كده. اوكي كي او يلا ابراهيم. شفا حبيبي، شفا حبيبي. ماشي. الله، اصبر بقى. فادي فادي يب لما راح ما تبوش للتا هنبوش ليه؟ عم بوش الكود انت بتقول اول مرة اعمل بوش للكود؟ عمار عمل بوش للكود. عمل بوش للكود يا ريس. ماشي اتحرك براسيت شوية، بكري اتحرك شوية كده، بكري اتحرك شوية، متخافش على هو الأمر. بس كلها بتلعب بالاتنين شيفت. كويس والله ان انا رجعت. مش هجيب لك كيلو بقى، ايه يوقف لك قدام بما ان انت بتحب التنكات وكده. ماشي. ده في حاجة حصل انا غلط. ميدو دوت على ستارت. سحرته ردو راح مني. ايه الهبل ده؟ ازاي وماله يا حبي؟ عملت ليك دوست على التعبانة وراح منك على الأرض. جه إجا بقى موارتة. لا ايه ده، ايه دي الموارتة؟ ورت دي تقريبا بعد ما يضرب 8 ضربات بيضرب، بيبقى فيه دامج كده، ماجيك دامج بيحصل. بس يعني هو العيب يلعبوا معانا دول لعيبة قوي، لان الوقت جامد جدا جامد يعني. امره بتاع عالي جدا، ما اعرفش الهبل ده. هو مش شرط يكون ده. بقول اسمه ايه، قول اسمه ايه وانا هشمطهولك. قول اسمه شيف، شيف. هو شيف شيف ده. معنا ما خسرش مش عارف. ماشي نظبطه لك يا ريس، عينينا ليك.
اوبا اجي اجي لا اجي لا اجي لا 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 ركز ركز انت فاهم لا لا في ايه طب زبزب السيرو بتاعك عامل ايه؟ على الله. معلش اجي هو ده انت هتظبط لي ده لا انا قلت هتظبطه هو، انت لا. لا في احترام لاولاد البلد. وحش ظبطه وحش ظبطني اشيل مين اشيل مين اشيل مين؟ شو ده؟ اشيل تس او ذات؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي يلا يلا معانا الرقصة الحلوة. Underage user joined. السلام عليكم. عليكم Underage السلام. user العب يا أندر. البوت ده عايز يتقبل ده. يروح حتى دولوريس. انت كنت فين يا لوردة؟ كنت فين يا باشا؟ والله كنت في معزة كده. معزة؟ تبع واحد انت ليه بتقولها كأنك كنت معزوم؟ ما هو معزة معزوم. كنت في عزة يعني، كنت في عزة ولسه جاي من شوية كده. قال الله وما يشوفكش حد وحش، او يعني ما يشوفكش حد وحش. قال الله والف الف مبروك. انتوا بتلعبوا ده انا ادخل جيم رانك بس. لا الورده لا الورده عيب بقى عيب بقى ده خلاص عندي الورده بتتأكد. ايدي ايدي مش قادره طب تصدق قادر استحكم في دلوقتي. عاشق الرانكت فتح الدوتا لوحدها اهو، ويعني دعواتكم انها ما تدوس على زرار الرانك كده ايه وابدا سيرش دعواتكم. اوه باشمهندس عمرو الله الله يا دوك مسح يا عم ورته يا عم. مين اللي مسح ده؟ قصدك انا؟ انا دخلت خناقه إيه؟ لقيت ناس كان اوريدي بيتخانقوا قبل ما اخش. هو ايه الهبل ده؟ هو فاضي ده كان المفروض يتانج. شكلها خطه فاشله الحركه دي، شكلها فاشله. ايوه مش هتمشي انت الواد فادي. ما انا هتخلص مش عارف يكسر حاجه اصلا. ما انا هتخلص من هنا او تخلص من هنا سواء انت بتتضرب او سواء هو بيكاست. ما انا هتخلص على طول. ماشي وفين الاصحاب يا جدعان؟ عايزين نضرب بقى. سمع الصلاة. ايه ليفل 6 دي جت منين؟ ازاي؟ ده احنا بنقول ايه هادي؟ بلاي العب بلاي بلاي احمر شفايف بلاي بلاي. ده بيقولوا فيزيت هي 10 ساعات. هو ال 10 ساعات؟ فيزيت طب ده احنا لعبنا 5 ايام امبارح ساعتين. طب هو صحيح احنا يعني احنا مفيش حاجة واضحة كده تقول احنا المفروض نعمل ايه صح؟ عشان يارد وبعد ما نجيب لها شاي هتلاقي عايزة تطلب حاجة معانا. اخر حاجة اديناها الشاي وزنقتنا في الفرن المفروض بقى يحصل مش عارف. مش عارف كانت عايزة ما كانت عايزة تعمل. هو ميك اسمه عمرانة ولا انت؟ انا ما كنت شفتش. خمن كده في ايدي دورد بيكم. اسكت بقى. اديها واحدة جيسي جس جس النب. طيب جسش ليه اصلا؟ mistakes above mistakes above mistakes so much mistakes. بجيب هيرو سترينس ده انا عمرو غير بادجي ده عشان ما انتوا قليلة. كسيب معانا ما انا شلت اصلا. ما هو جاب له الفليكس بقى جاب له الفليكس. لما متهيألي لو جالي اوجر هيبقى حلو اوي. ايه؟ اوجر ماشي. اوجر يا نهار اسود. اوجر اضمونه عالي وهيلث عالي بس انت مش عالي اوي. عمرو ايه ده ايه ده انت جامد كده يا عمرو؟ ايه ده ده انت فلقتني ايه ده يا عم؟ متهيألي انا مش جامد لان انا بخسر من كله انت بس اللي
لا يا عم، ده انا بسد مع كله، ده واحد يفلاني كده على طول. ايه ده؟ يا ابني انت ظروفك انا صعبة يا هزة هندي، انت الأول يا هندي، يا دور من نمبر تحت. وان. أيوة أصلا انت ظروفك صعبة، نمبر سيب وان مع كل مين. شايف العين الحزينة دي؟ نمدو مش تايم روبيك ماشي، انا هعمل حاجات ايه يا عم الواد مش عمرو كده، جامدة صح. ده اقوى من الاتنين اللي فوق. ساد ايز سيد ايس دي غير بتاعت ابو امتى فريد. هتقدم عن ايه المركز الخامس؟ خلي بالك ما كانش في مش عارف فلوس اشد ولا ايه؟ البتاع، مش عارف اشد البتاع، عايز مكانش اشد ده فلوس. اصلا. بتبدو دلوقتي يمكن يعني ده ضعيف صح؟ سفرات. لا سفرات الواد بكريت ده خلي كل معاه شوية يجي. حاجة ايه ده؟ المركز الاول، بس يعني المركز الاول، المركز الاول، المركز كسبته؟ الاول. كسبت كوكبة؟ ايه ده كنت يا هكسبه على جدعان؟ واحد. للاسف على واحد يعني. At least I feel that we are getting close. الحديث اللي انت ما بتحبوش يعني. انا عمال يطلع لي this word بالهبل، يعني انت كنت قطعت لي بتاع 6 مرات. ولا اللوك الكيبورد بتاعته ايه؟ انك تعمل لوك ده بالكيبورد ايه؟ ايه دي سألت انت فاهم؟ بس ازاي ايه تعمل لوك؟ امال ايه اللي بتعمل ايه؟ حاجة غريبة. هما بيستعملوا حاجات قريبة من الدين. رأيي نهار اسويح، نهار اسويح. هو ده الأول ده بتاعكو الواد عامل بقى؟ كومبو، هو ده ده الواد الأول عامل كومبو بتاعكو؟ من الجحيم. بتاعكو صحيح، هو ده الأول بتاعكو يا جماعة؟ ده الواد ليه فقط. ده مفيش، ده لولا بس ده الشيلو هندي دانس ما كانش فعلا، هيقدرني أصلا. طلعت بتتكلم بجد يا هندي فعلا. ما كنتش رقم واحد من تحت، بس جيت مع الشخص الغلط. بص دي الصورة اللي انت بتقول عليها بتيجي؟ ماشي انا اخدها بقى. انت مش عايز؟ هنقلها هنقلها دي هتبقى حلوة بس مش كأنه بعيد أوي. انا مش هي عايزه هتبقى يقرب، حلوة مع هيرو في الوش. مش حاجة ما كده. هو انا مش عايزه يتضرب بس يكون قريب. طب بس ثواني ثواني، خلص الملعب فاضي كده. خلاص ما انا ليه، ما انا معايا دي، انا مش ما انا هتخلص. عارف، بس افرض ما عملتش بروك والمرة خلصت. لا يا عم ده اكيد هيضرب. يا عم خلص الملعب، متفولش يا هتعرف عم متفولش. خلص الملعب. طب ريرول تايم، ادي سؤال مين اللي ستامب فاير خلاني ايه؟ ولا مش عايز سؤال ستامب فاير؟ خلاني ادخل دي هنا. لو الهندي سناب كان فاير عنده ايه؟ حد ارمله يعني كان تعبان؟ حد. هو انت حلو بصراحة صديق، فانا مش وحش، ليه يا عم؟ بس المشكلة ان هو يقوم ضارب من بعيد، لو حاجة من ليه هو مش هيستغلها هو بالهيليكس. ما ضربش البلس نوفا ليه؟ هي متخلف. ايه سر حلو تفوق فادي؟ بس ما انت حلو انت يعني. اتنين واتنين الواد بكريت ده معاه حد بيستحمل ايه الهبل اللي بيحصل ده؟ ايه يا عم عم ده يا مصر عم؟ احلى عم ولا ايه؟ لسه ده وفقنا ليه؟ ايه رأيك؟ انا بحل كل حاجة واكسر الجول. بص بقى، عشان ايه يتشين ده؟ دي محدش بيضربها؟ المرة الجاية بقى، ماشي المرة الجاية انت الديس وورد دي لازمك، ممكن ترجع سناب فاير ورا وتقلبه بقى تضرب حاجة ولا لا. لا انا قصدي صنفر دي لعب ايه حلو؟ ميدوسة شوية كده، بيرو عنده شوية تمدوسة الدنيا مش مظبوط. الدنيا عوا. ما تفرق الشباب بتوعك شوية كده يا محمد، بدل ما بياخدوا ايه مع بعض كده. انا ما اعرفش، انا لسه بتعلم الصراحة يعني، نوب شوية. شفت الابديت يا لورد؟ اعمل ابديت صحيح القريب ده ابديت.
بس بس اللي بتاع الجديد ده ده الواد فادي هو هيرتا باشليفني باشليفني ده بيعمل ايه؟ استنى انا هوقف ده خالص. ايه يا هو عم ده ده بقى يا عم ايه يا مورتا عم ده انا كل واحد يعدي عليا يسفلتني يا عم. بيعمل ايه الفانتوم ستاتش ده؟ كل 8 ضربات بيحط على هيرو معين كده، كل 8 ضربات بيعمل اوي سبيل دامج كريتيكال كده سبلاش. طب ده مش ده بناء على ايه؟ مش عارف تفاصيل بقى عند اي جي. بص انا في المركز الاخير فما فيش عندي تفاصيل. ده مسميين اسم البتاع على اسم الهيرو الجديد اللي هينزل في دوت. والله مرتا وده هيرو وماسك في دوت عملوا له داتا باينينج. ممكن نسميها ايه؟ تيزر؟ تيزر كده في الانترناشونال. تريلر تريلر ما قالش تريلر، ما قالش ليه البتاع. الواد فادي عنده هيرو طلع عمل دامج شيء 1700 وانا اكبر هيرو عندي 600. ايه الهبل ده؟ سيت انا في حاجه مش عارفها ولا ايه؟ بتقول لك هات الارك لايتنج دي بأي شكل يعني اي حاجة. اه ما بنعرفش مش هخسر يعني ان شاء الله. كم هتاون كم هتاون يا بسات يا بسات دلوقتي السيت انا راح بتاع بعد. ايه الهطل ده ايه كنت عايز الهطل اجيب ده؟ الفريش جولم اديها المارس. ليش جولم تديها المارس ليه؟ عشان يبقى كومبت. فليش جولم ياه هجيب ايه؟ كاريوتي كفر بدل الاسحاب بقى. انت مش هتعمل الحاجة دي ليفل 6 ليفل 7 يعني. فيريكس كمان عشان هو ملي لحد ما تلاقيه لحد ما تلاقيه اللي في الأرض. ورجع سناب ده لا ياخد له صنايه ولا حاجه. كما مش انت تقول بس أصلا ده اللي احنا بيعمل رايحين كل الدمج، كل الدمج هنا. ده ديس بروفيت ده كده رزق. اجي هو ده الأول تاني بقى انا ابتدي اعلم على ايه. رابع على التفريق. كنت عايز الليزر على فكرة اللي جالي مرتين ده عشان البلاد سيكر بتاع فادي. انت جامد اوي اي جي. بدل ما تسيبني يا جدعان عادي اهو. اتحسنت اخر مرة اي جي سبشتك فيها. عايز كوكي؟ ده في الآخر بس. لا مش مهم. ده ايه جرو بيعمل ايه جرو ده؟ تاني تراجع قد ما انا شلت ال الله يسكر. ماشي انت معاك ماجيك ريزيستنس ومعاك ارمور ومعاك هيلث ريجنريشن وده مش تمام يا حلو. الورث ده مع كل حاجة يعتبر. ناخد دول احطهم مع ودي. ماشي روبك مش شغال ولا ايه؟ ولا شغال؟ صحيح انا عايز الديل ده احسن بكتير. انت بتخلص يلا هو مون سكرلت. تعالى بتدور مون سكرلت يعني مون ايه؟ سكرلت هو ده مز مز دراكشن ويبوز بس ده بيبلغ عشان بس واحد مات باللوكس. فبيدي فورتيفيكيشن بيقعد بس ايه ثانيتين كده مش عارف انا فاكر لكن عادي يعني السلام عليك. منظر انت بس ليه هو ده ماشي الكلام التمام؟ من جنب بعض صحيح كده ليه زي ما طيب ما تفرقهم كده فرق عشان حصل. في ناس بتهيل وفي ناس بت ما تبني هيجيله حاجات هيجيله ورد يعني. هيجيله والله مش في رينج هو بيهيل تقريبا اقل اتش بي او اللي قريب منه حاجة كده يعني. وعنده صوت قوي النهارده لورد ولا ايه؟ انا بتهيألي راجل بيقول لك انا راجع من عزا وانت ولا اي حاجه. هو مفيش واحد بسيس. صاحبي يعني مش حد من قرايبي بس ممكن المايك خربان مش عارف. سلامتك يا لورد سلامتك. لا تجعل هذه الاشياء تؤثر على نفسيتك.
على سلام. عايزين نجيب 9 سبيس ستيل سحرين وكاسترينج 400. اوبا فادي فادي يا فادي دي خطر. نقط كتير اوي اضرب اسوكومونوس يعني اضرب تسعة. اسوكومونوس. تسعة يعني محتاج 80 نقطة بوينتس ريكورد عشان مال ايه 80 عشان عشان السحر اللي سبيل تشيل اللي هو على اليمين ده يبقى ليفل 9. بس بص ليفل 9 بيزود 400 رينج يعني. انا بص بقى دي الواد فادي معاه واحد رجلي واقف ورا كده دي بيفلق اي حد. مع السبيل تشيل اللي 400 رينج تلاقيه اوقفه في الكورنر ورا خالص ويضرب من مكان لا لا هو تقريبا عامل بيزود السبيل ستيل ولا ممكن سبيس لا تشيل بس بيزود يعني الاتاك ولا انكريز يعني كاست رينج ممكن بتاع سبيس تشيل بس يعني. عشان قصدك يطول للناس اللي ورا يجيب اسحارها مش كل الاسعار بتاعته ممكن. والله بس هو هو اصلا ال السيبتر 300 دول يعني حلوين جدا كده يعني. كده بس هو كده كده اصلا هو بيسبل من يعني بيستيل من اي حته تقريبا مش فارقه. يا مجداي فين كده يا فادي كده انت مكانك ده مش هنا مكانك مش هنا ايه ده هندي طلع احذر عشان انا طلعت بدري طلعت بدري اوي زي شيف كل مرة. شيف 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 يا فادي جامد يا عم ايش غير تشيلنا يا فادي اللي تديه الكلام فارغ ده. استنى ده ارك بتاعت الموت بطل لما ما وجدتش الشلة استنى بس استنى بقى الخطر هيد ده بقى الخطر هيد بس خلاص هتكون تريح استنى يا خلاص تريح بس تريح بالسبعة. يلا الابجريد بيديله كام بوينت؟ لا مع الابجريد بتخلي النقط ريكوايرد اقل صح؟ ما لسه 80 عشان يبقى ليفل 9 وصحيح ايه الليفلين الزيادة دول معناهم ايه؟ غريبة شوية لما يوصل عن 80 هيبقى جيبن. طيب هي فرقت في الابجريد بلوك جرين ما بيفرقش صحيح تصدق ايده عنده حق ايده از رايت يبقى ميدو صح حتى في التاني بتاع ماتش بس كمان جيبين ما بيفرقش ايه احنا كنا فاكرين ان انت لما بتابجريد الشوب ده بيفرق في قوة الهيرو اللي معاك. لو مثلا هيرو بيسكيل معاك زي اوجر مثلا مالتي تاسك من الشمس الجديد روبيك برضه السحر بتاعه بيتابجريد بس لا الحاجات دي عدد الاصحاب اللي معاك معلش وخ وليفلات ايه بص النيتشر بروفيت ده كده دايما كده يقف لك في زورك في اي حاجه. سي او سي تي او سي تي او سي اف نيتشر او بروفيت بياخد في طرق اخوه بياخد في طرق اخوه طرق اخواته طرق اخوه مش طرق اخ واحد بس طرق الاثنين. بس بقالي كتير الاسحار مش بتظبط فايه ده معناه ان ايه الهبوط قادم. طب يا عم والله انت عايز تبيع مش عايز اقرب سنوب فاير اقول لك تغذي العين هي انا اخلي سنوب فاير يقرب بعد ما يضرب ديسورت بحيث ان اللي هيخلص عليه في الاخر يديله الليزر. يقول ايوه ان كان ما في خطر ارجوكم ارجوكم ده ابو جلال بيودع تعاون بجد هو فعلا بيودع يعني البتاع بتاعت المركز الخامس المركز يا لهوي الواد عمري ما كسبته يا جدعان. انا ساعات بنزل اللعب دوت ما بقدرش اطلع تاني حد يعرف يقعد يوصل لي حصلت معاه قبل كده اعملها ويندود ماكسمايزد ويندو اعملها ويندو مود ازاي انا فاتحها اصلا اعملها ويندو ماكسمايزد بدل فول سكرين قصدك جي انا مقفلها وافتحها تاني ابقى اصلحها من هناك ممكن برضو ممكن صح. بس ليه ليه ها ليه اصلا ايه اللي وصلنا للمرحلة دي اصلا. انا بلعب بيها كده اصلا على طول يبقى انت عمرك ما هتلاقي المشكلة دي عمرك ما هتفهمني.
محدش بيحب بجد غير اللي بينجرح بجد. بينجرح بجد. بيفهم بجد. أنا بجد. إيه ده إبراهيم مش فادي. فادي خلاص. أهو. ده فادي بقاله شوية نازل. ده بص الجليفز مع السلماني دي. لا لا. أيوه شد كده حط خطوة لليمين. واخد بالي منك. دي مسك لك على فكرة مش حاجة اسمها مسك لك نيرو ما تخلف ده بيعمل شنو يا عمرو مش عارف تخليها ويندو مود دي تجي ايوه ما انا مش لاقيها اكسس بلين مود اكسكلوزيف سكرين ويندو ايوه ايه ده بوردرليس ويندو يعني ايه بوردرليس ويندو ايوه بوردرليس ويندو ايه ده يعني ايه بوردرليس يعني ويندو ماكسمايز ده كانه فول سكرين بس هو ويندو في الحقيقه هو بعدين لازم اقفل اللعبه افتحها تاني بس هو ما عملش حاجه لا لا هي كده بقى صح دوس مثلا زرار اللي هو الويندوز شوف هيحصل ايه تبقى دوت موجوده ما عملش قدامك حاجه يعني جاب ديسك توب عادي بس بس اللعبه ما نزلتش لا لا نزلتش تحت لا ما انا ما حسيتش برضه ان هو غير حاجه استنى كده هو في سيف بوتن ولا حاجه ولا انا يا عم لا هو اتغير هو ويندي صح كده لا لا في سيف ويندو انا ما عملتهاش سيف انا عملتها بوردر ليس ويندو دلوقتي وبعدين في ابلاي ايه ده انا مش شايف ابلاي قدامي خالص لا يا عم دي فيها ماشي بلاي ماشي دلوقتي وصلنا هنا بوست ويندو صح كده الله ينور عليك 100 100 هو ده الكلام التمام 100 100 الصراحة المفروض كلها بتبقى بوردرلس ويندو دي اختراع جميل ايوه يا عم طب طبعا انا ممكن حلو ده ده خليني كمان سهلة اشوفها جدا في الباك جراوند لو فادي خلاص وهذا فادي اللي كان بيقول عليه زمان راح ولا راح بص بص كده داركس انا السكر ولا عمل اكتر من بص بس هو مدينة ما تساب بتبقى جامدة بصراحة بس انا حاسس ان السبيس مش بيرد مش مادي لو مين متبقي شادويات وبريب باكلاويز وكريت ابا كريت فعلا يبدأ طالعة من انت لايف توتاليتس السم دي لو اديتها للديس بروفيت على الطول برضو هاجي على مش الطول طايل مش هيبقى طايل بس الرينج 500 لو ده بيضرب اصل 500 وانا معايا دي فهو مش هيقرب خالص لا ما هو هيقرب تاتا تاتا مش هو هيقرب احنا خالص لا مش هيقرب خالص ان ده بيدي اتاك رينج و كاست رينج هما ما هيقرب بداياتك كمان سحر اللي بيبوظ الدنيا والله هيبوظ لينكس ويل بص بقى هيبوظ سلسلة لينكس سيل ويل اوبن وندز نايس كده ابرور مش هيتضرب اصلا هو انت عمرو مين معاك ورا بيتي كهربا كده ديس بروفيت يا ابني بس هو ايه بقى اللي معاه بيخليه يضرب كهربا جامد في كده كان في واد النهارده بيلعب مع البتاع دي كان مكون ستاكس مخليه بيريجن 400 هيلث في الثانية يلا ليه هو كهربا بيدي كام في الاستيكية اصلا كان معاه 23 او حاجة كده 23 لا مش 23 مش فاكر كده بس هو كان انا فاكر ان هو كان كده بس مش مديه التانك كان مديه الكاستر كده مديه الروبك ما كانش كان مديك هيكسبني طيب كنت انا هيلسي 130 حاجة كده هو هيلسه كان حاجة 20 يسيبني لغاية ما هيلسي نزل 40 مثلا ولا 60 حاجة كده رحت مغير الهيروز واصطدت أول واحد بس كذا مرة ما بعرفش أقتل ما بينقصش معيش مثلا ايس بلاست ولا حاجة تقريبا مكانش في ايس بلاست في الجيم اصلا ايوه الارك لايتنج يا هندي الدامج اللي جاي من ديس بروفيت ده كله بسبب الارك لايتنج بس نعمل حتة تيست درايف يلا نايس ايوه ايوه خد التشين فروست ايوه ايه ده؟ ايوه بس ده نص هيت كانت لا نص احنا هيت صح؟ استنى بس استنى ايه ده ده بيحصل اصلا
ده بيخسر اصلا من ما اول تقولوش التاني بس كمان. عشان ما يغيرش حاجة، عشان انا كسبته ما يغيرش. لوش عارف مش هتفرق، لوش انت بتقول على ايه؟ انا بدور على هيكون الحاجات اللي عايزها. انها هتفرق. اوبا جامد جدا بخاخة. ده، بخاخة ما بتعطلش 15%، تحس انها 150. ما كده احسن بقى. ايه بقى، ما هو الواد ده برضه صحيح انا نسيت بس ده اكتر ولا ده اكتر؟ بس ده انا في اقول لك على الوش حاجه حلوه، عارف. هتدي فليش جولم اصلا للايت ستوكر وتجيب الايف ستورم من بارس. مش هي بتدي سبيل لايف ستيل ولا بتدي سبيل لايف ستيل؟ تهيل، لا تهيل بس تهيل. طب ما بتهيل، طب ما حلو تهيل. ماتش ماتش ده بص بص بخاخ لسه، بخاخ بخاخين دلوقتي. هنشوف الدمج دلوقتي. ايه ده الواد ده كبر ليه كده ولا ايه؟ ده هو اصلا بس ما وكان سنة بس، اصلا ليه بروف، يا دوس بروف فين؟ ما هو اتخطف تمام، ما هو قدامه اهو. هو ليه اصلا انت طلعت بره مش كده؟ عارف والواد ده انا هيكسب ليه كده ومعاه ايه؟ اب رول 9؟ في قصش يا الجو دي اب رول 9 ده بيعمل اللي ايه؟ بيحصل ده، ايه اللي بيحصل ده، ايه يا الريجينيشن؟ لهوي مش هو فاهم ايه ايه، مارس ده مالي؟ ما اعرفش ده غريب جدا. بس 6000، بص مفيش حد بيعمل حاجة، بيضا مفيش قوي، حد بيعمل حاجة. بيضا. هو بس بيلعب لوحده. طب ريرول، ريرول بصراحة. هو مين اللي قطع دانكر؟ طيب هانتر ابرور وبرسيركر بلود طب وفليش ليه بروفيت ليب. بيه؟ طيب انا عارف انا هصطاد ازاي يا بالايس نهار بلاست. ابيض، لا اصل معاه فليش جولم مع برسيركر مع فليش ليب، شوف شوف فالستانس حطه فين العالي. الجبان عشان ما ياخدش الايس بلاست. يا ابن اللعيبة، ايوه اول شيء ما عنده ثلاث ما تسعة جاتش كمان. فيه، ما جاتش فيه. طب استنى، هو ليه بروف ده لو فضل عايش متهيألي تسليم، هيقعد يستيل بقى، ما اعرفش هيستيل على ايه، هيقعد يلعب هغير مكان بقى. او دي بالايس بلاست عشان اعرف اصطاد الواد اللي فين. هو مارس غالبا مش هيموت، مارس مش هيموت. مش قادر على مارس؟ لا اه مارس يعني ميت، فلو فلو اول ما مارس استعمل ولع، الدمج. مارس ميت. هو بيكيك الكلام بيبريك، البريك بيبريك بيبقى بإيه؟ هو إيه اللي بيعمل بريك؟ البتاعة ابرور دي بتعمل بريك؟ بالابرور، الابرور ننقص الانمي احنا الاتنين، ميت. ننقص احنا الاتنين، ننقص احنا الاتنين. الحمد لله. ايه ده؟ كسبت؟ أول مرة أشوف أبرور بصراحة جامد كده. انت كسبت عشان الوقت ولا ايه؟ احنا الاتنين ناقصنا، احنا الاتنين ناقصنا عشان الوقت خلص. بص لو انا صيته بالايس بلاست وهو جاي من هنا هيموت، على هيموت بدري. طب ريزول كده وبعدين هو ايه الايس بلاست دي؟ ايس بلاست ايه؟ تمنع التأهيل مع اودي ستة في ايه يا امال نهار ايه؟ اسود، يطلع لي ايه يا رب؟ زومبيز. ايه الايس بلاست دي؟ الايس بلاست ماشي. ما بتاعت دي تقدر على انشنت الموضوع عادي. ابريشيشن. ايوه اصطاد ولا اصطاد 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 بس لا 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 عمرو الدوست شد دي. مش طب تخلص. عايز بس هيلحق الوقت بس. هيلحق 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 ملحقش. الحمد لله. ايزي 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 ايزي. الدوست شد دي مش عارف كيف هتضيع الدنيا، كان هتطيره ورا البتاع. بس حلاوة السحر ده انه بيشحن بسرعة كده، بيستنى كده كتير.